أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يشرح صدورنا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين يا رب العالمين. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، أنت وسيلتي عند الإله المنعم الغفار، بك أنعم الله الكريم على الورى ومحى بضحاك ليالي الكفار، فامدد يمينك بالعطاء وبالمنى واحب الفقير بفيضها المدرار. أنت الذي ملأ الوجود بجوده، والجود بعض خلائق المختار، فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سقيم صدورنا، وترد اللهم عن آل بيت نبينا وعمن سلك المنهج واتبع الطريق. تعالوا بنا كما عودناكم في هذا اللقاء لنجيب على أسئلتكم التي ترد إلينا عبر صفحتنا، صفحة المسلمون يتساءلون وصفحة البرنامج، لكي نسير في هذه الأسئلة لنوضح لكم ما فيها من أجوبة شافية كافية بإذن الله جل وعلا. فالسؤال الأول ورد إلينا من الأستاذة ياسمين، بتسأل بتقول أنا بحب الرسم وبرسم أشخاص بس بملامح الوجه، فهل هذا حرام أم حلال؟ أقول وبالله التوفيق يا أستاذة ياسمين، الرسم لا شيء فيه، الرسم لا شيء فيه، فهذا علم يتعلمه الإنسان، وهذا العلم يفيد ويبين ويستخدمه الإنسان في كثير من الأمور، ربما تكون في الجرائم يستخدمه أهل التخصص لمعرفة هذا الجاني أو هذا الذي يقوم بهذا الشيء، والرسم في حاله لا شيء فيه. أما حينما أرسم إنسانا وأتغزل في هذا فهذا لا يجوز. أما حينما أرسم المنهي عنه هو التماثيل، المنهي عنه هو التماثيل، أما الصور الفوتوغرافية وغير ذلك أو الضوئية فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولذلك هذه الصور نحتاجها في كثير من الأمور، يعني في أي مصلحة حينما يذهب الإنسان لكي يشتغل يقدم هذه الصور، وهي موجودة في بطاقتنا وغيرها من هذه الأمور وغيرها من الأمور. لكن الرسم في حده لا شيء فيه. أما إذا رسمت الوجه أو رسمت هذا وأتغزل فيه أو أثير مشاعري به فهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أمر محرم وبالتالي لا يجوز. أما في العموم لا شيء في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد، اللهم آمين يا رب العالمين، والله أعلم. أستاذ أحمد بيقول يا مولانا، هل فوائد البنوك حرام أم حلال؟ تكلمنا كثيرا ومرارا وتكرارا في هذا السؤال، وقلنا بأن هذا السؤال يرد على المائدة كل يوم كالطعام، كالماء الذي لابد أن يشربه الإنسان كل يوم، بتلاقي هذا السؤال موجود هنا على صفحتنا وبيأتي إلينا عبر الهواء وبيأتي إلى برامج أخرى ويأتي إلى دار الإفتاء ويأتي إلى الأزهر ويأتي إلى مساجدنا ونحن فيها إلى غير ذلك من هذه الأمور. دائما الناس يسألون في فوائد البنوك، قلنا يا سادة بأن إيداع الفلوس في البنوك هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. طب يا مولانا الفائدة التي تأتي، طب إيه يعني إيه الحكمة من الإيداع؟ أنا واحد عندي 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، 300,000 جنيه، ورثتهم أو خدتهم أو اشتغلت بيهم، ما بعرفش أتاجر،
او مش واثق في تاجر امين، او ماليش خبرة في السوق وما يضر في عملية الاسواق، اخاف ان حد ياخدهم مني ويضحك علي، او اخاف ان حد ينصب، او غير ذلك من هذه الامور، فبأأمن حتة عندي وخايف اشيلهم عن اي عند اي حد، أأمن حتة عندي بقول انا بحطهم في البنك ال100,000 جنيه ولا ال200,000 جنيه في السنة بيدينا 10-15,000 جنيه، يبقى انا هصرف منهم يا مولانا او غير ذلك، فبحطهم في البنوك في البنك، اقول له يا بنك انا عاوز بعد اذنك فايدة. لما انت بتروح تحط الفلوس في البنك حضرتك، انا هبين الامرين، الحكم ده اللي قال بالحل واللي قال ايه بالحرم، انت عاوز تروح تاخد تحط الفلوس في البنك، في الاول بيقول لك هل ترغب في فائدة، لما انت بتكتب كده تعاقد بينك وبين البنك هل ترغب في فائدة، ده سؤال محطوط، حضرتك بتقول نعم ام لا، عاوز او مش عاوز. انا واحد عاوز يا مولانا احط فلوسي في البنك بس مش عاوز فائدة، فائدة خالص، احطها في مكان امين ومش عاوز فائدة، اتورع، اقول لك ده حقك وده امر محمود وده رأي محمود وهذا رأي يعتد به، تقول يا مولانا انا المال ده فيه شبهه وانا هتركه ورعا لله وتورعا لله وبغيه في الثواب فيما عند الله سبحانه وتعالى، فانا حطيت الفلوس ديت في مكان امين بس، اقول لك ماشي ده حقك وده راي يعتبر وراي مشروع. طيب في الاتفاق واحد تاني يقول لك لا انا هاخد هذه الفائده، طب ليه تاخدها؟ قال لك انا باخد الفائده ديت لاني المقابل ال100,000 جنيه ده هو هيشغلهم ماشي، فبالتالي العائد المفروض ان انا اخده هاخده سنوي او هاخده شهري يعيني على الحياه، والمال ده خده هو يشغله لي، انا ما افهمش في هذه التجاره، انما هو يمتلك الالف والالفين والتلاته والاربعه والعشره والمية والمليون والاثنين والتلاته، فهو يمتلك عارف المكسب ازاي والخساره ازاي. طب يا مولانا القضيه مش في مساله الربح، القضيه في تحديد النسبه، لو اطلقت خلاص يبقى خرجنا من الخلاف. طب تحديد النسبة يا مولانا، اقول لك هو بيحدد لك النسبة ليه؟ هو حدد النسبة هنا لان بيقول لك انا هديك مثلا وليكن 15-5% او 10% او 7% في المكسب فقط، انما الخسارة عليا ماشي، لانه بيقول لك الخسارة انا لو زادت او قلت انا بشيلها، وبالتالي فبحدد لك النسبة ديت عشان لما اخسر خالص يبقى النسبة اللي انا باخدها منك، لو انا كسبت مثلا 20% واديتك 7 ماشي، يبقى انا عندي 13 تقول انا خدتهم ليه؟ ضاهيت هذه الخسارة ماشي؟ ده رأي هو اعتقاده كده، ضاهيت هذه الخسارة وبالتالي يبقى انا ما حملكش في الخسارة. فالرأي الذي قال بحرمة هذا قال الحرمة في تحديد النسبة، لو اطلق الامر على اباحيته دون تحديد فهذا امر مشروع، خد هذه النسبة النهارده هناخد 7%، بكره هناخد 10%، بعد هناخد 20%. وللعلم وللامانه العلميه البنوك الاسلاميه كغيرها من البنوك في المعاملات، كل البنوك المعاملات والسيستم واحد تقوم على معاملات البنك المركزي، وبالتالي عندنا رايين نستخلص من هذا الامر قولان، القول الاول يرى بحليه ذلك، وهذه فتوى معتمد بها ومعتبر بها في دار الإفتاء المصرية وفي الأزهر ومجمع البحوث وغير ذلك، ومن الذين أفتوا بذلك فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله، وعلى شاكلته من صار من أهل العلم ومن لهم فقه ومن يعرفون في الأمور ومستجدات العصر. سيدنا الشيخ طنطاوي اتكلم في هذه المسألة وغيره من السادة العلماء، ومجمع البحوث كان أصدر فتوى سابقة قديما بأن هذا لا يجوز معي، ده القول الثاني، لأن هذه النسبة المحددة ماشي ربوية وبالتالي له أدلته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وبالتالي الله سبحانه وتعالى وعد الذين يتعاملون بهذه الربا كما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وبالتالي لا يصح أن يأخذ الإنسان هذه الأموال، فهذا رأي وهذا رأي. إن استقر الأمر إليك
وحبيت تاخد الفلوس مفيش فيها مشكله، حبيت تتركها مفيش فيها مشكله. فواحد يقول لك يا مولانا انا هاخد الفلوس ديت ماشي بفايده لكن مش هاخدها لنفسي، هعمل ايه؟ اتبرع بيها او اخرجها صدقات او اوديها في دار مسنين او اصرف بها مثلا، اوديها في الجامع او اعمل بها مستشفى او اساعد بها في بناء كذا. بعضهم قال هذا يصح والبعض قال هذا لا يصح، لان الله طيب لا يقبل الا طيب. ونستخلص من هذا ان الفتوى المعتبر بها ان فوائد البنوك حلال حلال اذا اخذها الانسان فله مطلق هذا، على فتوى دار الافتاء المصرية وهي متخصصة في ذلك والله أعلم. وخلاصة القول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك والله أعلم يا أستاذ أحمد. أستاذ عبد الهادي بيسأل بيقول يا مولانا الإنسان يصلي الشفع والوتر لكن لا يصل بينهما دون تشهد أوسط أو بتشهد أوسط، ينفع حد يصلي وراء العشاء مثلا؟ وما كيفية الصلاة؟ يعني مثلا أنا دخلت الوقت المسجد ولقيت واحد بيصلي فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط ثم قام بعد ذلك ماشي ولم يفصل بينهما، يعني صلى ركعتين شفع وبعد كده صلى الوتر، لا جمع بينهما. الجمع بينهما صحيح، ده قول يعتبر به وقول صحيح أن يفصل بينهما بين الشفع والوتر، يعني ركعتين ركعتين وبعد كده يصلي ركعة، أو يجمع بينهما ركعتين ثم يجلس للتشهد الأوسط ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة الثالثة اللي هي الوتر. ده صحيح وده صحيح، إن فعلت هذا صحيح وإن فعلت هذا صحيح. طب يا مولانا أنا داخل دلوقتي أصلي ولقيت واحد إيه واقف بيصلي، أنا ما أعرفش هو بيصلي فرض ولا بيصلي سنة، فأنا نويت وراء صلاة العشاء، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأنك تنوي على نيتك أنت، أنت نويت الفرض مقتديا بالإمام، الإمام يصلي سنة وأنت لا تدري وأنت تصلي الفرض فصلاتك صحيحة إن شاء الله. طب هو مولانا مثلا الإمام لو خد الثلاثة مرة واحدة وبعد كده سلم، لا تسلم، تكمل حضرتك الركعة الرابعة اللي هي صلاة العشاء. طب يا مولانا هو إيه؟ على سبيل المثال صلى ركعتين ثم سلم ثم أتى بإيه؟ قام ليأتي بالوتر، ماذا كيف أصلي؟ تصلي أنت، هو يسلم وأنت لا تسلم، تكمل أنت الصلاة، يعني هو صلى ركعتين اثنين وجلس للتشهد وقام سلم ثم بعد ذلك قام ليأتي إيه؟ بالوتر، أنت لا تسلم بل تكمل الصلاة، وهذه هي كيفية الصلاة، أنت تصلي الفرض وهو يصلي السنة، أنت تصلي بنيتك وهو يصلي بنيته، ولا شيء في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يداومون على الصلاة، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يجعل هذه الصلاة نورا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ كريم بيسأل مولانا بيقول حكم الجمع والقصر في الصلاة وما هي عدد الأيام المسموح بها؟ نقول وبالله التوفيق، الجمع والصلاة، الجمع والقصر في الصلاة أمر مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى ورخصة شرعها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مسافر، الإنسان يسافر، طب أولا ما هي المسافة؟ اتفق الفقهاء والعلماء على أن المسافة في الجمع والصلاة والقصر في الصلاة 85 كيلو، 85 كيلو دي المسافة. طب عدد الأيام قد إيه يا مولانا؟ ثلاثة أيام، أقل ثلاثة أيام للمسافر، وخلاف ضرب بين السادة العلماء هل هي 15 أو 18 أو إلى غير ذلك، أو متى لا يعرف الإنسان أنه سيقيم. يعني إيه مثلا؟ أنا مسافر من هنا من الغربية للقاهرة، مش عارف أقعد ثلاثة أيام ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة، ماذا أصنع؟ قول عند السادة العلماء قالوا أن الإنسان في هذه الحالة عليه أن يجمع أو يقصر الصلاة. يجمع بإيه؟ جمع تقديم بين صلاة يصلي الظهر ويجمع صلاة العصر، جمع تقديم، أو يؤخر الصلاة إلى العصر، أو يقصر الصلاة. معايا حضرتك؟ لأن أنا مش عارف أقعد كم يوم، لم يتبين لي،
وبعض السلف العلماء قالوا أن المدة المحددة 3 أيام، بعد الثلاثة، بعد الثلاثة الخروج من الخلاف، بعد الثلاثة ماذا يصنع الإنسان؟ يصلي كأنه مقيم، يعني 3 أيام عدوا في الجمع والقصر، فالإنسان بعد ذلك يصلي كأنه مقيم، يعني أصبح من إيه؟ من أهل هذه البلد بعد 3 أيام، اللي هي الضيافة قصوا على هذا، وبالتالي على الإنسان أن يصلي الصلاة العادية بلا جمع وبلا قصر. فالمدة المحددة 3 أيام خروجا من هذا الخلاف، والمسافة 85 كيلو. أنا مولانا مثلا خارج من الغربية جاي للقاهرة، مثلا خارج صلاة في صلاة الظهر والعصر مش هيتمكن لي، المغرب يخش علي، فأنا بصلي الظهر وأقدم وقت العصر، أقدم معاه اسمه جمع تقديم، بقدم العصر وأصلي العصر وأقصر في الصلاة الرباعية ركعتين، صليت الظهر، قدمت العصر، في وقت الظهر أذنت، بعد ما سلمت الظهر أقيم الصلاة، ثم بعد ذلك أصلي العصر ماشي قصر ركعتين، مش أربعة، ركعتين، ثم أسلم. يبقى كده العصر خرج وقته، ليه؟ قدمته جمع تقديم. طب لو أتى وقت يا مولانا وأنا في الطريق، خلاص أنا صليته. طب يا مولانا لو تمكن لي الصلاة هل أصلي؟ أصلي ولا شيء في ذلك، أصليه إما بنية القضاء مما فات في الصلوات الفائتة، أو أصليه بفرض آخر. طيب يا مولانا هذه الأيام على المدار القصر يكون في الصلاة الرباعية فقط، يعني الظهر والعصر، إما أقدم العصر مع الظهر، إما أخر إيه الظهر مع العصر. طيب المغرب والعشاء، إما أقدم وقت العشاء مع المغرب أو أخر إيه المغرب مع العشاء، بس هل المغرب فيه قصر؟ لا، ليس فيه قصر، يصلى 3 كما هو، 3 ركعات تصلى كما هي. أما العشاء هي صلاة رباعية يجوز فيها القصر، يبقى ركعتين، يبقى القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المحافظين على الصلاة، اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ معتز بيقول يا مولانا أنا مسافر برا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي بقالي 3 شهور، ما بكلمهاش وما بتكلمنيش، وكلمت أبوها فأبوها قال يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ماشي، وأنا بعت إليها الناس وهو مصمم على الطلاق وبيقول لي روح طلق في السفارة، ماذا أفعل يا مولانا وهو مصمم على هذا الطلاق؟ أقول وبالله التوفيق أستاذ معتز، هذه المشكلة التي حدثت بينكما لا أعلم مدى هذه المشكلة، إن الأب مصمم على الطلاق، هل هو مصمم على الطلاق لإفساد الحياة على ابنته، يعني عاوز يفسد الحياة على بنته، ولا حضرتك مثلا غلطت فيها أو شككت فيها؟ هذه نية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما حدث بينكما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذه المشكلة إلى أن تصل إلى هذه الدرجة ففيها حالتين، الحالة الأولى إما حضرتك والله أعلم شككت فيها أو رميتها أو قذفتها، فهذا لا يجوز مطلقا، وهذا يعني أمر نهى عنه الحق سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون حدث أن الأب يريد أن يفسد الحياة على ابنته، وفي كلتا الحالتين لابد من الجلوس، حضرتك تقعد مع مين؟ مع أبو زوجتك، وتقعد مع زوجتك وتنهو هذا الخلاف، هذه المشكلة حضرتك تنهيها. طب أنت بتقول أنا مسافر بره، أما ترجع إن شاء الله بإذن الله والجماعة اللي حضرتك بعتهم أو من فوتهم إن هم يحلوا هذه المشكلة، تشوف هذه المشكلة يعني السبب فيها إيه وإيه اللي أدى إلى هذه، يعني المشكلة تتطرق إلى هذا، إلى الطلاق، وهل الأب متجني على حضرتك ولا مش متجني، ويكون يعني حل هذه المشكلة بالهدوء، ليس عفويا وليس يعني بعلو الصوت. الحياة ليست كما يظن الناس أنها ستكون وردية
أو ستكون جميلة على مدار الحياة، لا، الإنسان هو الذي يصنع السعادة، وهو الذي يصنع البهجة، وهو الذي يصنع السرور، وهو الذي يصنع الفرح بيده. مع قلة الموارد، مع قلة الموارد، الإنسان هو الذي يجعل حياته حياة سعيدة فيها فرح وفيها سرور. والإنسان أيضا هو الذي يجعل هذا البيت تعيسا خربا، يجعل هذا البيت وكأنه نار موقدة بالكلام. فيجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأب أنا أنصحه، إذا كانت المشكلة يعني بسيطة وهينة، ياما حدث بينك وبين أمها، يعني أم بنت حضرتك دي، من المشاكل، حدث بينكما مشاكل وتطرقت الأمور، أعتقد أن الحياة يعني عند كل الناس أصبح فيها خلافات إلا من رحم رب الأرض والسماوات، واتحلت هذه المشاكل وهذه الخلافات، فلا تفسد الحياة على ابنتك إلا إذا كان هذا الإنسان يعني ليس أمينا، ليس أمينا على يؤتم، بحيث أنه يؤتمن على هذه البنت مع، ففي هذه الحالة لك الحق خوفا على ابنتك من هذا. أما إذا كان هو أمين وهو مؤمن وهو رجل كريم وهو رجل فيه من الصفات المحمودة، فيجب علينا ألا نفسد هذه الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجه، أي أفسد امرأة على إيه؟ على زوجه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هذا الإنسان أو هذه الفعلة من صفات المؤمن. ليس منا، أي ليس من شريعتنا هذه الفعلة النقراء، وهذه الفعلة التي تؤدي إلى شيوع تقطيع أواصل الرحم بين الزوج والزوج. والمشكلة قد يكون بينهم أولاد، فهذا الخلاف يولد العناد ويورث الكر للأب وللأم من الأولاد، لأن الانفصال في حد ذاته يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى تشتيت الأولاد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى الأب ولا إلى الأم. واللي بيضيع الأولاد، الولد بيضيع، البنت بتضيع، الأب عاوز يرضيه عشان يكون في كنفه وتحت رعايته، والأم كذلك، أو الأب تزوج، الأم تزوجت، أصبح الأولاد أصبحوا فرادة في هذا المجتمع، فريسة لأصحاب العقول الضالة والشاذة والعقول المتطرفة والصحبة الفاسدة وأصدقاء السوء وأرباب الفحشاء إلى غير ذلك. طب إيه العمل يا مولانا؟ أنا أحل هذه الخلافات بهدوء وبعقل وبحكمة وبتؤدة وبروية. الحياة تحتاج منا إلى ثقافة المعاملة. كان بيحصل مشاكل عادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمهات المؤمنين تغار، لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يحل هذه المشاكل، يتبسم الحبيب لما أخطأت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر الصديق. انظروا إلى هذه الواقعة. فلما أتى سيدنا أبي بكر الصديق فقال لها، فقال سيدنا أبي بكر الصديق لسيدنا النبي: تكلم يا رسول الله، ماذا حدث؟ فقال الحبيب لها: بل تكلمي يا عائشة. قالت له: تكلم يا رسول الله ولا تقول إلا حقا. فضربها ولطمها على وجهها، سيدنا أبو بكر الصديق ضربها على وجهها وقال: إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق فمن يقول؟ وهنا ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة الرحيمة لسيدنا أبو بكر الصديق: ما جئت بك لهذا يا أبا بكر الصديق. ونهى الخلاف الحبيب صلى الله عليه وسلم. شفت جمال سيدنا النبي؟ شفت معاملة سيدنا النبي؟ يعني أبوها لما ضربها سيدنا النبي قالك: لا، أنا ما جبتكش عشان كده أنك تضربها، ما جبتكش عشان كده. ونهى الخلاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيفية معاملة الحبيب.
إلى حب الحبيب، إلى قلب الحبيب، إلى رحمة الحبيب، إلى رفق الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله لو طبقنا ما كان يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، نساء كأي نساء يغرن على سيدنا، نعم كان يغرن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كيفية المعاملة وحل هذه المشاكل تحتاج منا إلى فكر، ليس إلى اتباع الهوى ولا اتباع الشيطان ولا اتباع من يفسد الحياة علينا كالجيران مثلا أو كالأقارب أو كالأم أحيانا أو كالأب أو كالإخوة. أي مشكلة بين الزوج والزوجة أنا أستفيض في هذه المسألة، لأن هذه يعني المسألة منتشرة في كثير من بيوتنا إلا من رحم رب الأرض والسماوات. أي مشكلة بين الزوج والزوجة سهل أنها تتحل طالما إن المشكلة تدخل دائرة الشقة، المشكلة في دائرة الشقة أو في دائرة الغرفة غرفتهم سهل أنها تتحل قوي. أما المشكلة لو ذهبت وتطرقت إلى الأب، إلى أب الزوج أو إلى أبيه أو إلى أمها أو إلى أمه أو إلى أخواتها أو إلى أخواته أو إلى أهله أو إلى أهلها، هنا تزداد الخلافات، هنا الفجوة تتسع. لو كانت هذه الفجوة ضيقة تتسع، هذا يتكلم بكلام وهذا يتكلم بكلام وهذا يرد وهذا يرد وهذا يتكلم وهذا يحدث بينهما شجار وهنا شجار وهنا خلاف، وبالتالي من الذي يضيع؟ الزوج والزوجة والأولاد ما استفادوش حاجة، المشكلة ما تحلتش بل ازدادت وتعقدت هذه المشكلة. لابد أن ننتبه يا أستاذ معتز لهذه المشكلة. حضرتك لما ترجع أو نازل أجازة أو في أقرب وقت خد أجازة وانزل شوف المشكلة فيها إيه، حل هذه المشكلة بفكر وبتؤدة وبروية وبثقافة. ولا شيء أبدا ينقص من رجولة الإنسان إذا أخطأ الرجل في حق زوجته أن يعتذر لها، ولا شيء أيضا في حق المرأة أن تعتذر لزوجها إذا أخطأت فيه. ثقافة الاعتذار بين الزوج والزوجة أمر محمود لابد أن ننتبه إليه. إذا أخطأت الزوجة في حق الزوج تعتذر إليه وتعترف بهذا الخطأ، وإذا أخطأ الزوج في حق زوجته عليه أن يعترف بهذا الخطأ وأن يعفو وأن يصفح، وهي كذلك تعفو وتصفح حتى تستمر الحياة. لأن الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الله سمى هذه العلاقة بميثاق، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أين السكن؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين مسايرة الحياة؟ أين الحفاظ على الأولاد؟ أين الحفاظ على نسلنا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. الحياة ليست كلها فرح، مش على طول تلاقي الحياة كلها فرح كده، ولا على طول تلاقي الحياة كلها حزن، ولا على طول تلاقي الحياة كلها وردي، لا. الحياة فيها من المشاكل وفيها من الصعاب وفيها كذا وفيها كذا، تحتاج منا إلى ثقافة وإلى فكر وإلى يعني كيفية إدارة هذه الحياة. يعني الإنسان لو نجح في المشروع بتاعه أو نجح في شغله لابد أن يكون نجح في بيته أيضا، عنده كيفية إدارة هذا البيت. مؤسسة البيت ده أنا دايما أسميه مؤسسة، مؤسسة خطيرة جدا. هذه المؤسسة لو استخدمت حقا واستخدمت استخداما صحيحا تؤدي إلى ثمار طيبة، تؤدي إلى حياة كريمة سعيدة، لا حزن فيها ولا شقاء فيها ولا تعب فيها ولا نصب فيها. أما إذا استخدمت هذه المؤسسة هي مؤسسة البيت استخداما سيئا
استخداما غير صالح تكون الحياة سوداء، تكون الحياة لا فائدة فيها، لا ثمرة مرجوة من ورائها، لا عائد منها، تكون الحياة حياة فظة غليظة يتمنى الإنسان فيها الموت. لابد أن نعترف بالخطأ إن وجد، لابد أن نحافظ على بيوتنا وعلى هذه المودة. الله جعلها سكنا ثم بعد السكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكن يؤدي إلى الاستئناس، حدوث الاستئناس بين الزوج والزوجة. وهذا السكن، شوف التعبير القرآني سكن، يعني الإنسان حينما يدخل إلى بيته ويضع رأسه على وسادته وينام ويسكن في هذا البيت يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسعادة، يشعر بالفرح، يشعر بالسرور، لأنه ليس مشردا، لأنه ليس مهدد. ثم بعد ذلك لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة، ثم تأتي المودة. ده القانون الأول السكن. القانون الثاني المودة، تأتي من خلال هذا السكن. ليست الحياة قائمة على السكن فقط أو على العلاقات الجسدية فقط، لا، إنما علاقة الروح أسمى وأعلى بكثير من علاقة الجسد أو من العلاقات المعهودة المعروفة الحميمية وغيرها، لا، إنما علاقة الروح وتلاقي هذه الروح بشبيهها وبنظيرها هي أسمى. ولذلك أنا دائما وأبدا أؤمن بما يسمى بالبصمة الوراثية للروح. وعد أقول لك البصمة الوراثية معروفة دي إن هي مولان، أنا عارف يا سيدي، لكن البصمة الوراثية في معتقدي أنا ما تسمى بالروح، أي شاكلة الروح. ولذلك القرآن الكريم بيقول لك قل كل يعمل على شاكلته. ولذلك الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لنا هذا في الاختيار، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إذا إيه نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ثم يأتي إلى بيان الزوج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها. الخلاصة فاظفر بذات الدين، تربت يداك، كناية عن تعلق اليد. لما يكون إنسان ما عندوش حاجة وفقير بالتراب يقول لك ما عندوش حاجة إلا التراب بس. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى هذه القضية، قضية الزوجية، وأن هذه الحياة تحتاج منا إلى مثابرة، وتحتاج منا إلى تؤدة، وتحتاج منا إلى فكر، وتحتاج منا إلى كيفية إدارة الحياة. لأن هذا البيت إذا نجح وهذه المؤسسة إذا نجحت نجح المجتمع، وإذا فسدت هذه المؤسسة فسدت المجتمع أو فسد المجتمع، لأن المجتمع يتكون من أفراد ومن أسر. طب لو الأسر مشددة مشتتة يا مولانا ماذا يحدث؟ لا تنتظر خيرا. ولكن إذا كانت الأسر قوية متماسكة مترابطة متفاهمة فيما بينها يؤدي ذلك إلى حياة كريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكم والتوفيق والسداد والرشاد، وأن أنصح هذا الأب أن يعني يكون سمحا إذا كانت هذه المشكلة ليست يعني خاصة في عرض أو في غيره، سمحا في هذه المشكلة، ويقوم بإرجاع هذه المرأة وهذه الزوجة إلى بيت زوجها حتى تستقر الحياة وحتى تسعد هذه الحياة. فاصل ونواصل، فانتظرونا.
الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. معنا الأستاذة أم نور بتسأل بتقول يا مولانا هل معاملة الزوج مع زوجته بعد الطلاق حلال أم إيه أم حرام مع العلم إن مفيش أطفال؟ وهل يصح للزوج أنه يثير مشاعر طليقته ويجعلها تشتغل به دون الرجوع إلى الزواج؟ أقول هذا السؤال لابد أن نقف معه. السؤال بيقول هل معاملة الزوج للزوجة بعد الطلاق حلال أم حرام؟ ده الشق الأول. الشق الثاني فيه قنبلة موقوتة بحيث أنه يثير مشاعرها وغرائزها، خلي بالك من النقطة دي، دون الرجوع إلى الزواج. أولا إذا حدث لماذا شرع الطلاق؟ شرع الطلاق لهدف أسمى وغاية عظمى. الهدف إذا استحالت العشرة والحياة بين الزوج والزوجة، بمعنى أن الزوج مش طايق الزوجة ولا الزوجة طايق الزوج، وحدث بينهما مشاكل وخلافات و إلى غير ذلك، يعني استحالت العشرة خلاص، ما عادش لهم عيش مع بعض بالمعنى الجميل بتاعنا كده، استحالت العشرة، شرع الله الطلاق وأمرنا الله بعدم الإضرار بالمرأة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي الآية اللي قبلها الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل بينكم. طيب يا مولانا، وعليه إذا طلق الرجل زوجته المعاملة بينهما إذا تلاقيا في مثلا في فرح أو في مناسبة أو في غير ذلك، العلاقة بينهما السلام فقط، سلام الله عليكم، سلام عليكم، عليكم السلام، من باب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نحن أخوة في الإيمان وفي الإسلام، وبالتالي لا يصح أبدا أن يعني كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله سبحانه وتعالى ترفع عليه الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء إلا للمتخاصمين أو المتشاحنين، فيقول الحق سبحانه وتعالى انظر هذان حتى يصطلح. وبالتالي العلاقة بينهما أو بين يعني الزوج والزوجة اللذان طلق بعضهما البعض، أو الزوج طلق زوجته أو هي خلعت الزوج، العلاقة بينهما تقوم على السلام وعلى الاحترام، كان في بينهما أولاد أو غير ذلك، العلاقة تكون بينهما سلام الله عليكم، عليكم السلام، أشوف الأولاد اتفضل، تشوف الأولاد اتفضلي، بكل أدب وكل احترام وكل تقدير، ما لا هي هنها ولا هي تهينه، ولا يحدث بينهم أجيب لك البوليس ولا أجيب لك الشرطة ولا أجيب لك كذا، لا كل ده ما ينفعش. ولا تنسوا الفضل بينكم، الأدب والاحترام، العلاقة تقوم على الأدب والاحترام. أما أن تتحول هذه العلاقة وتتطور من الاحترام والسلام فقط إلى إثارة المشاعر والغرائز فهذا أمر غير محمود، وأمر لا يستقيم مع شريعتنا ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بحيث يتغزل هذا الرجل الذي طلق امرأته في طليقته بحيث يثير المشاعر، بمعنى يقول فكرة مش عارف ايه، فاكرة لما عملنا كذا، فاكرة لما رحنا كذا، فاكرة لما حصل بينا ايه، فاكرة لما كنا بناكل مش عارف شوكولاتة عملنا إيه؟ الى غير ذلك من هذه الامور التي تعرفونها. فهذا لا يجوز، هذا محرم، لانه يؤدي الى فتنة، وربما يحدث بينهما علاقة محرمة بكلامه واثارته لهذه المشاعر من خلال يعني زنه على أذنيها أو يعمل يزن على أذنها، يعني يؤدي ذلك إلى ارتكاب الفحشاء
يؤدي ذلك إلى وقوع الزنا بينهما، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي لابد أن نفصل. وعندنا القاعدة بتقول لك كل ما يفضي أو يؤدي إلى الحرام فهو حرام. الطريق ده هيؤدي إلى الوقوع في الحرام فلا يجوز مطلقا. فخلاصة القول يا أم نور إن العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل أو المتبادل بينكما من السلام ونحوه، إذا كان بينكما أولاد. إن لم يكن بينكما أولاد كما هو واقع في السؤال، أيضا تقوم على الاحترام المتبادل. إذا تلاقيتم، يعني شفتيه أو حصل أو كنت في مثلا فرح أو تعزمتم في فرح أو في مناسبة من المناسبات وكان هو موجود وحضرتك موجودة، يعني قال السلام عليكم وعليكم السلام. وشوف المشكلة في نقطة كمان عاوز أتكلم فيها. المشكلة لما بيحدث طلاق بين أي واحد واحدة زوج وزوجة، يعني بتلاقي الزوج بيتكلم في حق زوجته يعني بفظاعة وبأمر يعني لا يقبله الشرع ولا يرضي الحق سبحانه وتعالى ولا يرضي رسول الله. يقول لك ده صفتها كذا وكذا 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 وكذا، وهي كذلك أيضا على الوجه الآخر هي كذلك تتكلم في حقه كلام لا يصح ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله سبحانه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام لا يصح أبدا. وبالتالي هذا يؤذي وهذا يؤدي إلى الفحشاء في المجتمع، لأن ده بيتكلم في سر ده ودي بتتكلم في سر ده، وفلان طلق في مراته عشان خاطر مش عارف شافها فين، وفلانة شكت في جوزها مش عارفة ايه، وده قد يعني ده ما يكونش حصل أصلا، بس ده أنا مش عاوز أطلع نفسي غلطان وهي مش عاوزة تطلع نفسها غلطانة. طب لما أنت مش غلطان وهو مش غلطان، مين اللي غلطان؟ يعني الغلط مش من عندك ولا الغلط من عنده؟ هي شايف انها مش غلطانة وانت شايف انك مش غلطان، طب الغلط من عندي مين؟ طب ايه اللي خلى الطلاق وصل بينكم الى هذه الدرجة؟ احنا بنضحك على بعض ولا بنضحك على مين؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. مثل هذا الكلام يؤدي الى الفحشاء في المجتمع وانتشار الفحشاء في المجتمع. والله أمرنا أن نكون مجتمعا، أن يكون هذا المجتمع مجتمعا متراحم متعاطف متعايش، مجتمع آمن به أمن وأمان، سلم وسلام، رضا واستقرار، لا حيرة فيه ولا قلق فيه ولا شرود ولا ضلال. ولذلك الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. القضية خطيرة مش سهلة. استحالت العشرة بينكما وطلق الزوج زوجته، خلاص طلقتها لي يا عم الحاج الله يصلح حالها، ما ملهاش عيش معايا ولا انا لي عيش معاها. طب صفتها ايه؟ الله يصلح حالها. شوف ربنا بيقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، انتوا الاثنين يعني الزوج تعرى امام زوجته والزوجة تعرت امام زوجها، وكل واحد منكم يعني تلاقيا. ففي هذه الأمور لابد أن يعني أن نفطن وأن نكون على حذر من الوقوع في التهم ورمي الغير بما ليس فيه وجعل الآخر ضحية من أجل الأنا. لا، اكسر هذه الأنا. ما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى قدر هذا لنا، لها ما شاءت ولي ما شئت، خلاص يبقى في احترام بيننا كده. أما بعد، وعلى فكرة برضو من المشاكل الحادثة تلاقي الأب يعني يكره البنت على إيه؟ على الطلاق، وكذلك أبوه يكرهه على الطلاق، أو أمه أو أمها أو إخواته أو إخواتها. وبعد ذلك إيه اللي بيحصل يا مولانا؟ ما يطلق الزوج زوجته ويصبح متفاصلين أو يحدث بينهما الانفصال، إيه اللي بيحصل يا مولانا؟ هي لسه بتحبه ولسه بيحبها، تلاقيه وتلاقيها بعد ذلك يتقابل ويحدث بينهما كلام، وربما والله
وهذا سؤال أتى إلينا من قبل، حدث بينهما علاقة وكانت المرأة حامل، طب ماذا يحدث إلى هذه الدرجة؟ يعني نستخفف بالأحكام وبالشريعة يعني نستخف أنفسنا؟ لا يحق لنا هذا، لابد أن نقف مع حدود الله ومع أوامر الله بقوة وبسمع وبطاعة، وأن ننتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننال رضا الله في الدنيا والآخرة، لأن الدنيا قال الله عنها كل متاع الدنيا قليل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا تطورت هذه العلاقة يا أستاذة نور إلى أن تصل إلى إثارة المشاعر والغرائز فهذا محرم شرعا ولا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحياة التي نعيش فيها ليست في قلوبنا وإنما هي تكون وراء ظهورنا. نسأل الله أن نقود هذه الحياة إلى ما يرضيه، لأنه لو رضي عنا لفتح لنا أبواب الخير ولا انتشرت السعادة وازددنا حبا في بعضنا البعض. أما إن كرهنا الله سبحانه وتعالى سلط علينا كل شيء. نسأل الله الهداية، اللهم أمين يا رب العالمين، والله أعلم. الأستاذة سعاد بتقول زوج طلق زوجته عند مأذون ثم ردها تاني في تاني أسبوع من الطلاق بالمعاشرة وهي موافقة مع العلم أنها الطلقة الأولى، ما حكم هذا الطلاق؟ نفصل في هذه المسألة. زوج طلق زوجته عند المأذون، بمعنى الزوج خد زوجته وراح عند المأذون وقال لها أنت طالق، أثبت الطلقة الأولى. طالما أن الزوجة لسه في فترة العدة 3 قروء اللي هي 3 شهور يعني، لم تنتهي هذه العدة، يحل له مراجعة زوجته إما بالقول أو بالمعاشرة تاني، طالما أن الزوجة في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية لم تنتهي العدة اللي هي 3 شهور، لم تنتهي العدة اللي هي 3 شهور، بأكد تاني أهو، يحل له مراجعة زوجته إما بالقول رجعتك لعصمتي أو رددتك لعصمتي، وإما بالفعل أي المعاشرة أي العلاقة الحميمية. طب يا مولانا لو في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ومرت العدة، انتهت العدة، انتهت 3 شهور، يعني مرت 3 شهور، هل يحق للزوج مراجعة زوجته؟ نعم يحق للزوج مراجعة زوجته، لأن الزوجة تكون بانت منه بائنة صغرى. عندنا بائنة صغرى وبائنة كبرى، الصغرى اللي هي دي إذا انتهت العدة في الطلقة الأولى والثانية، والبائنة البائنة كبرى إذا كانت في الطلقة الثالثة، أي طلقها ثلاثا الطلقة الثالثة لا رجعت فيها، اسمها بانت منه بائنة كبرى. طب يا مولانا في الطلقة الأولى والثانية لو انتهت العدة أصبحت بائنة بينونة صغرى، لا يحق له مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. ماشي؟ إذا انتهت العدة في الطلقة الأولى بأكد تنه والطلقة الثانية تصبح المرأة بائنة بينونة صغرى، لا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا كانت السؤال ده يا أستاذ سعاد، إذا كان الزوج طلق زوجته أمام المأذون قبل أن تنتهي العدة يحق له مراجعته إما بالقول أو بالفعل، لو انتهت العدة لا يجوز مراجعة الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة، وبموافقة إيه؟ الزوجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلاد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبنائها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه. فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. سيدي يا رسول الله، إني محب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحنينها وغرامها وهيامها بمحمد. يا عثري، لو ذقت يوما حبه وغرامه حقا لكنت مساعدي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.